أهلا بكم من جديد وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأهرام عاشور قلب الأسد ينافس على لقب الأكثر تتويجا في العالم. الجمهورية مكافآت سوبر في الأهلي. وفي الأخبار الأهلي يطوي صفحة السوبر ويستعد لمواجهة طلائع الجيش. وفي الوفد رامي ربيعة خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس. المصري اليوم مؤمن زكريا فرحان بمالك والسوبر وسأقاتل للتواجد في روسيا 2018. الوطن سبورت نجيب يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي. وفي الشروق مؤمن زكريا يصل جدة للانضمام إلى صفوف الأهلي السعودي. اليوم السابع الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للطلائع. فيتو البدري يحاضر لاعب الأهلي بالفيديو استعدادا للطلائع. دوت مصر الأهلي يحدد موقفه من سفر رامي ربيعة للعلاج في الخارج. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.